نروح لخبر مهم. البطل المصري مينا عبيد قدر انه يحقق الميداليه الذهبيه بالوزن الثقيل برفع 355 كيلو جرام في مسابقه الدات لافت الخاصه بالقوى البدنيه، وتحقيق رقم عالمي جديد، حيث ان الرقم السابق المسجل باسمه 345 كيلو جرام، وذلك في ختام بطوله مستر اولمبيا العالميه واللي اقيمت في ولايه لاس فيغاس الامريكيه. مينا عبيد فاز بلقب اقوى رجل في العالم في رفع الدات ليفت في 3 سنوات متتاليه، ورغم اصابته في البدايه الا انه فضل المشاركه وتحمل كل الضغوط وتحامل على نفسه مع منتخب بلده مصر، وساهم في رفع علم مصر في اقوى البطولات العالميه في عالم الاحتراف. انجاز عظيم، انجاز يحسب له، انجاز يستحق كل الاشاده. مينا عبيد البطل المصري الكبير معانا عبر سكايب. يا مينا مشرفنا ومنورنا يا بطل. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ انجاز عظيم جدا وانجاز رائع، ودايما مفرحنا ودايما رافع راسنا كده على طول. اشكرك جدا، اشكرك جدا، اشكرك. اخبار ما عليك يا فندم؟ وانا بقدمك. انت راجل تعرضت لصعوبات كثيره جدا تحديدا في الاصابه، ورغم كده دايما انجازات على طول. احكي لي الصعوبات اللي عدت عليك عشان توصل في الاخر لهذه المرحله اللي ترفع فيها علم بلدك لفوق. الحمد لله. اولا على كل حال، قبل البطوله دي بثمان اسابيع جاتني اصابه في عضله الكتف، قطع في جزء في عضله الكتف، فطبعا وقفتني عن التمرين لمده اخر 8 اسابيع قبل البطوله. بس الحمد لله قدرت اني اشارك برضو في البطوله واعمل رقم جديد السنه دي، اللي هو يعني انا كسرت الرقم اللي كنت عامله السنه اللي فاتت، لان هو رقم كان مكتوب برضو باسم رقم العالم السنه اللي فاتت، والسنه دي الحمد لله ربنا وفقني وقدرني برضو قدرت اكسر الرقم اللي هو بتاع السنه اللي فاتت، اللي هو 355 السنه دي، السنه اللي فاتت كانت 345. هايل جدا. ايه اصعب المراحل كانت في البطوله ديت؟ يعني ايه اصعب المراحل اللي انت عديت عليها؟ هو بصراحه البطوله دي كلها كانت كل حاجه كانت فيها صعبه، يعني انا من اول ما بدات الاصابه من 8 اسابيع كان التشخيص بتاع الحاله اللي عندي محتاجه يا اما عمليه يا اما بقعد 6 شهور من غير تمرين لحد سنه، ولو عملت عمليه بتبقى نفس النتيجه برضو. فدي طبعا اول حاجه مريت بيها الاصابه. صح. بعد كده في البطولة دي السنة دي من ضمن الحاجات اللي كانت يعني على اللاعب ذات نفسه انها تكون صعبة حتى لو مش مصاب او كده، اختلاف طريقة اللعب. يعني هم جابوا تكنولوجيا جديدة، بارات جديدة لسه معمولة، فالبارات دي اصعب بكتير جدا في اللعب لان محدش متعود عليها. تمام. يعني البار في الديد ليفت بيبقى ليه اداء معين والحجم بتاعه مختلف، فبيبقى صعب جدا. يعني مثلا لو انت بتشيل 350 البار ده ممكن يخليك تشيل 310 320، لان هو البار بيبقى في حاجات التكنيك بتاعه في الـ في الـ في الـ في الـ في الاستابيليتي اللي هو الهزه بتاعته تبقى في حتت مختلفه. فطبعا دي كان من ضمن الحاجات. ثالث حاجه طبعا، ودي بتبقى حاجه متوقعه للاعب، ان البطوله تكون زحمه وفيها ناس كتير. فأنا بالنسبة لي الثلاث حاجات دول هم اللي واجهوني في البطولة دي. أولا بداية الإصابة، بداية إن أنت في البطولة تلاقي في حاجة جديدة طلعت تماما، لأن أنت حتى لو بتبقى في البطولة تبقى عارف أنا رايح هعمل الرقم ده الأول وبعد كده الثاني وبعد كده الثالث، لأن هم 3 محاولات. بس طبعا أنت لما بتخش بتلاقي البار مختلف، وشفت كل اللعيبة أي حد بيخش يشيل بالبار ده بيقع على طول. صحيح. فدي كانت تاني حاجة. وتالت حاجة طبعا ان هي البطولة كانت زحمة جدا السنة دي. انا مع يعني غير كل سنة خالص. الاعداد كانت مهولة السنة دي. صحيح. طب انا عايز اسألك سؤال قد يبدو سادة، بس يعني ايه، احترم ان انا ما بفهمش قوي في القصة دي. ايه الفرق بين مستر اولمبيا للقوى البدنية ومستر اولمبيا العامة ديت او المسابقة العامة؟ يعني ايه الفرق من الاتنين؟ هو كاسم بطولة هي بطولة واحدة. تمام. بس اختلاف مجالات. تمام. يعني اولمبيا هي مستر اولمبيا. تمام. يعني هو المسمى هي نفس الفئه. تمام. بس الرياضه مختلفه. مفهوم. يعني في اولمبيا باور ليفتنج، في البادي بيلدينج، في الفيزيك،
والفيزيك يعتبر جزء برضه من عرض كمال الاجسام، بس بيبقى بطريقه يعني مش بادي بيلدينج زي الاوزان زي اللي احنا عارفينه. وفي الكلاسيك، وفي بيبقى فيها جزء سترونج مان. هو الموضوع ان مستر اولمبيا دي هقول لك اختصار مفهوم ايه، ده اعلى فئه اللي هو فئه البروفيشنال في الالعاب الرياضيه اللي احنا قلناهم دول، تمام؟ تمام يعني معاك. انت بتوصل، انت لازم تكون واصل لمرحله ان انت لعيب من المحترفين، لان هي مستر اولمبيا ملخص الاسم ان دي بطوله محترفين. مفهوم. فاي رياضه موجوده تحت مسمى مستر اولمبيا فمعناها ان اللعيب ده بيلعب باللعبه دي في الاحتراف بتاعها. صحيح صحيح. بس كده. البطل المصري مينا عبيد بطل لقب مستر اولمبيا للقوى البدنيه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الانجاز العظيم، دايما مشرفنا ودايما رافع راسنا لفوق. انا بشكرك شكرا جزيلا.